العلماء يقولون من لحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى ما صحت صلاته لأنه عندهم أمي. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كانت هذه قدرته وقد استقى الله عز وجل ما استطاع، لم يهمل، مثل الأعجمي اللي يا الله يقرأ في بداية إسلامه خاصة فيقبل منه، لكن لا يجوز أن يؤم الناس أو أن يصلي بالناس إماما، لا هذا ولا هذا. كل جاهل بقراءة الفاتحة حرام عليه أن يصلي بالناس إلا أن يكون هؤلاء أقل منه في قراءة الفاتحة. ولذلك قال الفقهاء لا تصح صلاة الأم إلا بمثله. وعلى كل حال الواجب أن يصلي بالناس من يحسن قراءة الفاتحة، لكن من صلى خلف إمام يلحن في قراءة الفاتحة هل تبطل صلاته؟ الراجح أنه لا تبطل صلاته، لكن يجب عليه أن يرد عليه حتى يصحح قراءته. فإذا أخطأ فقرأ مثلا إياك نعبد، قرأها إياك نعبد وإياك نستعين بالتخفيف بدون تشديد، فرد عليه أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فإن رداً صحيح قرأ قراءة صحيحة، ولرد على ثانياً وثالثاً حتى يقرأ قراءة صحيحة، فإن أعياك فدعه وصلاتك صحيحة لأنك اتقيت الله ما استطعت. وقد قال عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فعليهم، رواه البخاري في الصحيح.